متابعي معهد الجزيرة للأعلام، أهلا بكم من جديد. وصلنا إلى الفقرة الأخيرة في تغطيتنا لفعالية قطر كاستم شو في يومها الأول اليوم الجمعة 12 يناير، وسنكون معكم في تغطية متواصلة غدا السبت 13 يناير هنا في أسباير في الدوحة بقطر. ضيفنا في هذه الفقرة هو الدكتور صلاح. أهلا بك دكتور صلاح. أهلا وسهلا. دكتور ليس دكتور درجة نارية صح؟ نعم دكتور بشري. دكتور في جراحة العظام تحديدا. نعم. ومولع بالدرجات النارية صحيح؟ نعم. لو تحدثنا كيف بدأت معك هذه الهواية خاصة وأنها بعيدة تماما عن مجال عملك؟ بالبداية أنا بحب بس أحكي أنه أنا الهواية بدأت عندي تقريبا من شي 3 سنين، وبدأت الهواية عن طريق برضو زميلنا بالمستشفى بالطب، زميل العمل يعني دكتور ثاني هو بلش مغروم الهواية أيضا بالدرجات، وهو مولع بالدرجات خاصة. نعم. الهارلي، فهو حببني بالدراجة ومن يومها بدأت يعني، وهي جميل. هواية مثل الواحد اللي بشرب سيجار يعني، ممكن بتبلش دراجة بتصير 2 و3 وممكن أكثر تصبح يعني. مجموعة درجات أخبرتنا أنا لديك 3 درجات. نعم. نارية. هنا نشاهد لوجو النادي صح؟ هذا نعم. نادي وطويت هو. نعم. النادي الذي تنشطون ضمنه صحيح؟ نعم. أنا أول ما بدأت في الهواية انضمت لأحد جروبات الدرجات النارية في قطر بسموه وطويت كلاب. نعم. وهو مجموعة من الشباب من لبنان من مصر من فلسطين من السودان، يعني عديد الجنسيات. نعم. موجودة ضمن كولكشن يعني، وكتير ناس كتير سوشيال مع الناس، وإلنا اكتيفيتي يعني بتكون بالمجتمع وبين الأصحاب والمؤسسات. يعني هذه الهواية ليست فقط لا تعطيكم فقط متعة قيادة الدراجة النارية، بل أيضا تواصل اجتماعي وعلاقات. نعم. أخرى. نعم، واكثر من اكتيفيتي في دولة قطر بنشارك فيها، وبتصير لنا مساهمات يعني مع طبعا بقيه الكلبات او اصحاب الدراجات النارية في قطر. نعم جميل جدا. ماذا عن مشاركتك في هذه الفعالية في قطر كاستم شو؟ هل اتيت فقط للزيارة ام تشارك بدراجة نارية؟ والله السنة هاي حاولنا نشارك بس ما صار نصيب يعني، الدراجة اللي طلبناها على اساس تشارك تاخرت شوية بالمينا هلا، فإن شاء الله السنة الجاية. معلش إن شاء الله السنة الجاية تفوز بأول جائزة إن شاء الله. وكيف رأيت هذه النسخة؟ تبعت النسخ الماضية. نعم. من هذه الفعالية صح؟ نعم. كيف رأيت نسخة هذه السنة؟ نسخة السنة هاي والله في كتير تعب من الشباب يعني، كتير مرتبة تجهيزات والستيج يعني الناس الحاضرين، في تقدم كتير كبير يعني، في فرق عن النسخ السابقة كتير. الله يعطيهم العافية يعني، الشباب السنة هذه كتير تعبانين. صحيح، هناك فعلا نلاحظ تنظيم جميل جدا. نعم. لهذه الفعالية وأجواء جميلة. نعم. في الحقيقة هذه الرياضة وأنت تمارسها كيف تؤثر ربما على نفسيتك على عملك على العائلة؟ هل العائلة هل هناك من هو مغرم بهذه الرياضة خاصة أيضا؟ بطبيعة شغلي ضغط العمل والشغل مع المرضى والمستشفى والدوامات الليل والنهار، طبعا بنلاقي منفذ الدراجة عبارة عن منفذ لنا وتنفس يعني، بالويكند الواحد بيطلع تقريبا 3-4 ساعات بغير جو، فهي تجديد للروح والنفس وبيرجع نشيط لعمله. ماذا تنصح الهاوين الجدد في هذه الرياضة خاصة أنك مررت بتلك الفترة عندما كنت في أول ممارستك لها، ماذا تنصحهم؟ والله يعني اللي بده يركب الدراجة لازم بالآخر هي آلة خطرة يعني، إذا ما حسنا تعلمنا عليها عرفنا شو القوانين واتبعنا قوانين السلامة والمرور بتكون كتير خطرة، وخاصة أنا بمجال عملي كتير الأكسيدنت والحوادث بنشوفها، فأنا بنصح جميع الدراجين الالتزام بالتعليم القيادة والنظام وعدم التهور والسرعة، لأنه هذا كتير شيء أساسي، وإن شاء الله إذا اتبعوا كل شيء
بالله بيسرها يعني ما ان شاء الله. اعتقد اجمل ما في تجربتك دكتور صلاح انك دكتور. نعم. وبالتالي هناك الجانب الواعي، جانب الطبيب الذي ينصح أكيد. والهوايه احنا دائما بنحاول ننصح الشباب و... نعم. ونوعيهم بقدر المستطاع يعني. دكتور صلاح شكرا جزيلا لك، نتمنى لك السلامه والتوفيق في هذه الهوايه. شكرا, شكرا على جزيلا. المشاركه شكرا, جزيلا. شكرا لكم متابعينا، وصلنا الى نهايه تغطياتنا لهذا اليوم الاول. سنكون معكم غدا ايضا، ربما نرصد الجوائز الاولى والثانيه ونرصد مشاركات اخرى واجواء جديده في يوم جديد جميل باذن الله تعالى. شكرا لكم والى اللقاء.